التجربة الثالثة اللي هي موضوعها circuit simplification. circuit simplification المغزى أو الفائدة من circuit simplification أو ثلاث شغلات. ليش بدي أبسط؟ أول إشي less complex، بتصير الدائرة أقل تعقيدا، يعني توصيلها أسهل، بتصير عندي faster أسرع، بتصير عندنا الكوست أقل. هلأ إيش الأسباب عندنا؟ هلأ less complex لما يقل عندنا عدد الآي سيات وعدد التوصيلات، فتوصيلها رح يكون عندنا أسهل لما أبسطها. الشغلة الثانية أسرع. ليش أسرع؟ لما يقل عندنا عدد الليفلز بالدائرة، فرح أصير أحصل الأوتبوت تاعي أسرع. less cost اللي هي لما يقل عندنا عدد الآي سيز عندنا، فرح أضطر إني حق الآي سي بوفره. إيش كمان؟ والباور اللي أنا بدي أستهلكها بالدائرة كمان بقل عندي. في عندي طريقتين للتبسيط، الطريقة الأولى للتبسيط اللي هي البوليان الجبرا، والطريقة الثانية اللي هي الكيمان. رح نبلش بالبوليان الجبرا. عندنا أكثر من قانون، هاي هي القوانين اللي بتهمنا. أول شغلة رح نحكي عنها بالأند وبالأور فورم. هلأ الأيدنتيتي لو اللي هو عندنا العنصر المحايد بالنسبة للعملية. بالنسبة لعملية الأند، العنصر المحايد هو الواحد، فأنا ما أعمل AND مع A راح يكون الجواب عندي A. بالنسبة للأور هو الزيرو. بكل بساطة نفترض إنه أنا عندي هون ال A، عندي زيرو ون، وعندي هون واحد، تمام؟ هاي واحد وواحد، الجواب إيش راح يكون؟ فنحكي زيرو AND ون is زيرو، ون AND ون is ون، فالجواب إيش راح يطلع عنا؟ A. فيعني لما أنا أعمل AND مع ايه رح يطلع عنا الجواب نفس ايه. بالنسبة للأور، الايدنتيتي element او العنصر المحايد هو الصفر. العنصر المحايد هو الصفر زي عملية الجمع العادي، والعنصر المحايد بالنسبة للاند هو الواحد زي عملية الضرب. هلا بالنسبة في عندي النال لو. النال لو اللي هو العنصر اللي رح يصفر. هلا حكينا بالاند وجود صفر واحد رح يخلي عندي جواب صفر، فالنال element هو الزيرو. بالنسبة للأور يعني رح يلغي أثر العنصر الثاني. بالنسبة للأور العنصر اللي رح يلغي الأثر الثاني اللي هو واحد، وجود one رح يخلي الجواب عندي one. هلا ال idempotent row عندنا اللي هي a and a يساوي a، يعني zero and zero zero، one and one إيش الجواب؟ one. بختصر بدل ما أحط بوابة فيها a و a ايش بحط عنا؟ بس ايه، على طول بوصل الايه. نفس الاشي بالنسبة للأور. الأور ايه أور ايه، ايش الجواب عنا؟ ايه. الانفرس لو اللي هو التعامل مع البرايم تاع الاليمنت، زيرو ايه اند ايه برايم زيرو. ليش؟ لانه اذا كانت هاي واحد هاي رح تكون صفر، والصفر رح تخليها الجواب صفر. كانت هاي صفر وهاي واحد رح تطلع الجواب عنا كمان صفر. بالنسبة للأور الانفرس لو رح يخلي الجواب عندنا واحد، لأنه واحد فيهم رح يكون واحد. الكوميتيتيف لو اللي هو العكسية، ال A and B يساوي B and A، نفس الشيء بالنسبة للأور. عملية تجميعية A and B and C يساوي A and B and C، هاي إيش معناها باللوجيك؟ هاي معناها A B وعملت AND مع C، هي نفسها إيش بتكافئ؟ إذا أنا عملت AND الأقواس بالأول للبي سي مع الأي، نفس الشيء. نفس الشيء بالنسبة للأور. العملية التوزيعية، الأور تتوزع زيها زي الأند. عندي هون AND، فهاي بتصير عبارة عن A OR B، والأند بتنزل بتصير كمان A OR C. هاي زي الضرب على طول، فهي A B or A C. الابسوربشن لو هي نفسها، هاي طلع A
ايه زائد ايه بي يساوي ايه اند ايه، ايه زائد ايه بي نطلع عامل مشترك ايه في واحد زائد بي، 1 اور بي 1. شو رح تطلع الجواب؟ ايه. نفس الاشي هون، هاي بصفي ايه اور ايه اند ايه اور بي، ايه اند ايه اور بي، ايه ايه زائد ايه بي. نفس الشي بطلع ايه، هاي بصفي عندي واحد زائد بي، بصفي عندي ايه. هاي اسمها الابسوربشن. لا، الدي مورجان اللي هي المتمع، بالدي مورجان كل اند اللي هي متممة المجموعة عندنا، فعندي الاند بتتحول للاور والاور تتحول ل اند، وعندي الاي بتتحول ل اي برايم والاي برايم تتحول ل اي. فانا لما احكي لك اي بي كل برايم، هاي دي مورجان بدي ادخل البرايم على الكل، فبحكي الاي ايش رح تصير؟ تصير اي برايم. في عندي هون اند شو رح تصير؟ اور، والبي بتصير بي برايم. كمان مثال اي بي اور سي برايم، هي عبارة عن اي بي الكل برايم، الاور بتصير عندي ايش؟ اند، والسي بتصير سي برايم. بصير عندنا هاي بدي ادخل كمان مرة، اعمل دي مورجان كمان مرة، هاي عبارة عن اي برايم اور بي برايم اند سي برايم. خلينا نشوف ايش المطلوب منا هون. derive the logic expression of the circuit. الدائرة هاي ايش فيها؟ هاي عندي هون A، هاي دي، هاي بي و سي، هاي بي سي، هاي اي، هادي دي، هاي سي و اي، هاي اي و سي، هاي بي دي. الاكسبرشن الاول عندي اور بناتهم، اول اشي عندي هون A D and B XOR C OR. الترم الثاني B C and A XOR D، والترم الثالث عندنا A سي and B XOR D prime I XNOR. Analyze the circuit، بدي أطلع الإجابات لهم، أوكي؟ بدي أشوف إيش الإجابة لهم كلياتهم. إذا واحدة فيهم واحد رح تطلع جواب واحد، لأنهم كلياتهم عنا في بناتهم اور. فإذا كانت هاي ال A D 1 1 وال B وال C مختلفين، إيش رح يطلع الجواب عنا؟ 1. طلعوا إذا ال A وال D ones وال B وال C مختلفين، بدي أشوف وين ال A وال D ones. هاي ال A وال D one، وهون ال A وال D one، وهون ال A وال D one، وال A وال D one، وال B وال C مختلفين. هاي مش هاي رح تكون زيرو، هادي ال B وال C مختلفين، هاي رح تطلع 1، وهادي رح تطلع 1، وهادي رح تطلع عندي 0. هيك ال analyze. هلا ال B C، إذا هون ال B وال C 1 1 وال A وال D مختلفين، ال B وال C 1 1 وال A وال D مختلفين، وين ال B وال C 1 1؟ هاي 1 1 خلص، هون 1 1، هاي صفر خلص ثبتناها. هاي
هذا أنا مش راح أخليهم أسمار، ممكن يكون محل ثاني صار واحد. ال B وال C and وال A وال D مختلفين، هون ال A وال D مختلفين معناها هاي واحد، وهون ال A وال D مختلفين هاي كمان واحد. بكمل A C 1 1 هاي ال A وال C. ال A وال C وهاي ال A وال C 1 1، وال B وال D متشابهين، هاي ال B وال D متشابهين وهاي ال B وال D متشابهين. هلا هدول الواحدات، الباقيين ايش راح يكون عندي؟ أصفار. أنت مطلوب منكم أنالايز إيش بدي أعملهم مرحلة مرحلة، وبقارن بالإجابة النهائية. هلأ بنكتب نبسط بحيث يطلع معي الجواب only three and guess and one or get. هون رح أستخدم ال K map. كم متغير عندي هون؟ أربعة. بدي فور variable came up عشان أطلع الجواب. هون هاي منطقة ال A B، هون ال C D. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. بركب المنترز عنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. نحدد المناطق، هاي منطقة ال A، هذه منطقة ال B، هذه ال C، وهاي عندنا ال D. ال function تاعي F يساوي عبارة عن مجموع، بدي أشوف مجموع أي من terms ال ones وين موجودين عندنا. عند السبعة والعشرة والأحداش السبعة والعشرة والأحداش، وكمان عند الأربعتاش والخمستاش، عند التلاتاش الأربعتاش والخمستاش. هلا بحط الوانس عندي السبعة والعشرة والحداش والتلاتاش والتاش والخمستاش. كان بالكيمة بختار أكبر بابل، عندي هاي بابل الأولى، هاي وحدة، هاي وحدة، رح نبلش بهاي. هاي موجودة كاملة بالـ A C اور، هذه موجودة هلا انا هون ال A وال B وال D، اور هذه موجودة كاملة ال C وال D وال B، B C D. هذا ال function F، طلع قديش بسطنا. هو بحكي لك ورجيني انه can be implemented using only three and yes and one or. هاي هالor الor اللي هي هاي، هاي ال and yes، هاي and وهاي and وهاي and.
لا draw the circuit diagram the simplified واستخدم المالتي سم. هلا المالتي سم لازم يطلع معك نفس الإجابة، بدي ترجع تحله وتتأكد من الحل لأن أنا حلته هيك على النظر، بس بترجع تتأكد منه وتورجني شغلكم. الورد جنريتر ولوجيك انلايزر بدي اطلع الجواب على المالتي سم، هاي نفس الشيء خلص صرنا نكرر وبدنا نوصلها الدائرة هون، هاي 7411 ال 3 input AND وهاي 3 input OR اللي أنا عن جد بحتاجهم، هايهم هاي 3 input OR وهاي 3 input AND رح أستخدمهم هون. زاد معي input أشياء اللي حكينا بخليه بال AND واحد، نحط ال output discuss the results قارن النتائج. نفس السؤال اللي موجود دايما معنها، قارن بحيث عدد البوابات، عدد الاي سيات، الكومبلكسيتي اي ابسط واي اعقد، الباور كونسبشن والسبيد. هلا بحكي لك سمبليفاي باستخدام الكي ماب، قارن بالبوليان الجبرا، بدك تحاول تقارن تبسط بالبوليان الجبرا كمان. هلا الكي ماب بتعطيك ابسط اشي، فمش يعني كثير رح يكون يعني بدكم تحاولوا بالبوليان الجبرا انكم توصلوا لنفس الإجابة. بدي أحلل الإكسور اللي هي A prime B زائد A B prime، الإكسنور هي عبارة عن A B or A prime B prime، ونكمل حل. هلأ في شغلة بس بدي أحكي لكم، سألني عنها أكتر من طالب امبارح، إنه بحكي لي إنه أنا بس أجي أجاوب على المالتي سم عم يطلع معي باللوجيك أنالايزر خط مستقيم. هلا لأنه دائما حاطهم على 16 مهندس. بالضبط بكون حاططهم هاي 16، شايفين اذا كانت مقلوبة عندك. لا بدي انتبه انه انا ببلش من وين، من الصفر، فعلى طول هاي واحد هاي صفر وهاي شبكات هاي الاوتبوت هاي واحد منهم وهاي كمان هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث. حكينا اللي وراها شو بكتب عليها set final position، بعمل هون دبل كليك وبشوف ال run time، هيو عادي بتحرك. فبدي انتبه لهاي الشغلة، اذا انا هدول هاي بدي اعمل هاي بليس كومبوننت نفس الشيء هاي الان هاي عندي هون الورد جنريتر وهاي اللوجيك انلايزر دكتور بس لما اجي اخذ الورد جنريتر بيجي 16 صفر كيف تقلبه طيب؟ كيف؟ لما اجي اخذ الورد جنريتر من اليمين بيجي 16 وعلى اليمين صفر، طب كيف تقلبه؟ ما بزبط يقلب هاي بس هيك تعمل روتيت او فليب، ما في داعي تقلبه، ليش بدك تقلبه؟ خلص عادي اشبك من هون الصفر بكون عندك صح؟ هاي فليب شكرا هيك انت بيجي عندك صح؟ الصفر جاي من هون، فانتوا ايش كنتوا تسووا؟ تمام بروح انت كنت تروح على 16 من هون، بغض النظر انت بتروح تبلش من الصفر، هاي هذا الحل الغلط. انا هذا عم بشتغل لكم بحكي لك انه انتوا بتبلشوا انه بكون عندكم زي هيك، انا قالبته عندي مش مقلوب، بغض النظر انا بطلع على وين موجود عندي الصفر ببلش منها عشان هو عم بيقرأ النتائج مش موجود صفارة أصلا يعني.
عشان انت عم بتعد من صفر لثلاثة اللي هم ايش الفنز الإله الموجودين هون. تمام هايرون بس اجي اشوف اطلع كلياته خط مستقيم. ليش؟ لاني انا مبلش غلط. لما اجي اشتغل عشان يمحي معي لان الشبكات ببلش دايما الصفر هي المداخل وبكمل. واضحة شباب صبايا؟ في حد عنده سؤال؟ دكتورة ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. دكتور الجدول اللي كتبتيه قبل شوي في له طريقة معينة في الكتابة ولا نحفظ وحفظ؟ لا هاد عبيته أنا صح؟ اللي رسمتيه أنت عبيتيه هلا لا في طريقة معينة أنا من هون عبيته. أنا شو حللت؟ حكيت أنا عندي هون أور تمام؟ لما يكون عندك أور إيش معناها؟ يعني إذا واحدة فيهم واحد رح تكون كلياتهم واحد. هلا هذا أمتى الجزء الأول رح يكون واحد؟ رح يكون إذا A و D قيمتهم واحد صح ولا لا؟ إذا A و D 1 1 هاي AND بيناتهم. وإيش كمان؟ بده يكون أمتى الـ B X or C واحد؟ إذا الـ B والـC يا إما مختلفين أو الـ B والـC 1 0. فأنا رحت أدور بحكي وين الـ A والـD 1 1 رحت على الـ A والـD هيك أنا عبيت الجدول. رحت على الـ A والـD حكيت الـ A والـD 1 1 1 هاي 1 1 هون 1 1 وهاي 1 1 وهاي 1 1 وحكيت بدي كمان يكونوا البي والسي بهذا المكان مختلفين. هون بتطلع على البي والسي متشابهين معناها مش واحد، هون مختلفين معناها واحد، وهون البي والسي مختلفين واحد، وهاي بتركهم. هلا ليش ما عبيتهم هدول الصفار على طول؟ لانه ممكن يصيروا واحدات من هدول بس انا ما كملت. هلا الجزء الثاني الاور الثانية اللي هي البي والسي بدهم يكونوا الاثنين واحدات، والاي والدي بدهم يكون يا اما 0 1 او 1 0. فانا بروح على المكان اللي هو فيه البي والسي حكينا 1 1 البي والسي 1 1 هاي البي والسي 1 1 هون 1 1 هون 1 1 هون 1 1 والـ A و D هم يكونوا مختلفين. فبروح أشيك وين الـ A و D مختلفين بهدول الأماكن. هون متشابهين هون مختلفين معناها واحد، هون مختلفين معناها كمان واحد. أوكي هلا ضايل عندي آخر ترم بدي أتأكد منه. هون الـ A و C بدهم يكونوا 1 1 والـ B و D هاي XNOR بدهم يكونوا متشابهين، يعني يا إما بدهم يكونوا 0 0 أو 1 1. بروح أشوف وين الـ A والـ C 1 1 هاي الـ A وهاي الـ C هاي الـ A والـ C 1 1 هون الـ A والـ C 1 1 وهون الـ A والـ C 1 1 وهون 1 1 تمام. خلص اللي هم 1s ما في داعي أرجع أقيمهم مرة ثانية. وحكينا الـ B والـ D هم يكونوا متشابهين، فبتطلع وين الـ B والـ D متشابهين. هون هون متشابهين معناها هاي واحد، هون خلاص هذا واحد اصلا، هون مختلفين خلاص، وهون البي والدي متشابهين كمان معناته واحد. الباقي ايش راح يكون عندي الجدول؟ اصفر هاي كانها صفر لازم تكون، مش عارف كيف اجعلها هلها ماوس وبعبيهم. اوكي هاي كيف بنعبي التروث تيبل. هلا شباب صبايا شغلة كثير مهمة، اللي منزل اللوجيك متزامن راح يتغلب باللاب، بدك يعني تعطي اكسترا بجوز مثلا كي ماب لسه انتم ما وصلتوها، كي ماب بدها اسبوعين شرح. فبدي منكم هلا هذا كل عام وانتم بخير. لا في عندنا الاحد احنا راح نشوف بعض ان شاء الله. هذا الثلاثة
فرح تسليمه يكون ب25 حطيتكم عشان يعني ثلاثة جاي بيكون عيد، فتأكدوا من الموعد وبتكونوا إن شاء الله ماشيين بالمادة وبتكونوا بلشتوا بالكيماب، وأي حدا لسه عنده مشكلة مثلا بالكيماب أو هاي نرجع نشرحها. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ شباب صبايا في حد عنده سؤال؟ تمام، زي ما هاي حضور والغياب زي ما حكينا على التيمز، وتسجلوا كمان انتوا على الإيلرنينج. بس اذا انت مسجل على الإيلرنينج اصلا مش حاضر هون، البوابة الغيابات اللي على البوابة اللي هم هون تاونا تاون التيمز. في حد عنده سؤال شباب وصبايا؟ يعطيكم العافية.